ضع كلام ونظرة ورأي الناس فيك تحت قدميك وبه ارتقي واجعله سببا في تطورك. لا طم أجلت هذا الموضوع، لكن حان الوقت لأتكلم فيه وسأدرجه في سلسلة تخيل معي، لأنني بهذه الطريقة سأنقل لكم كل ما تخيلته حول هذا الموضوع داخل ذاكرتي. فالخيال هو ذلك العالم الذي يمكننا من تصور كل شيء قبل أن نخرجه إلى الواقع. نعم، كل شيء. فأنت في خيالك تمتلك كل الإمكانيات وليس هناك أي حدود. صراحة إن أردت أن أتكلم عن الخيال فأنا في حاجة إلى فيديو بالكامل، لكن هذا الفيديو سنتكلم فيه عن موضوعنا الذي لمحت إليه في أول الفيديو. لذلك دعونا نعود إليه. أنت في حاجة ماسة إلى وضع كلام الناس تحت قدميك، وهنا قد يقول قائل أنا حقا لا أبالي بهم وبآرائهم أو نظرتهم. صراحة أنا أيضا أقول ذلك، ومعظم الناس يقولون ذلك، لكن هل أنت حقا تعني ذلك أو أنك فقط قلتها ليراك الناس أو ليقول عليك الناس أنت واثق بنفسك وشجاع؟ سأعطيك مثال بسيط تفهم ما أريد أن أقوله. أنا أحبك. أرأيت؟ أنا قلت لك أنا أحبك، لكن هل أنا حقا عنيت تلك الكلمة؟ لا أظن ذلك. في حياتي قلت هذه الكلمة لمئات المرات، لكن لم أعنيها إلا مرات قليلة. وبالمناسبة هذه المرة أنا حقا أعنيها، لأنني حقا أحبكم. الآن ستكون فهمت ما أريده أن أقوله لك. فلو تحققت في حياة الكثير من الناس لوجدتهم فعليا يعيشون تحت مبدأ قل وافعل، وليس تحت شعار من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أنا في هذا الفيديو لن أبين لك تأثير آراء الآخرين عليك فقط، بل كيف تستفيد من آرائي وانتقادات الآخرين لصالحك. ومن أجل ذلك سأحكي لكم قصة وقعت لي شخصيا. في 2019 قررت أن أبدأ صفحة على فيسبوك، ولكن أنا لا أعرف أبدا كيف أحصل على الإعجابات وكل تلك الأشياء. الفكرة التي كانت عندي في ذلك الوقت أني كنت عندما أجلس مع أحد الأصدقاء الذي درست معهم أقوم بأخذ هاتفه وأقوم ببحث عن صفحتي على الفيسبوك وأقوم بمتابعتها. هذا كل ما كنت أعرفه. أحد الأصدقاء قال لي أنت لن تجمع أي متابعات بهذه الطريقة، فأصدقائك لا يقلون عن 30 صديقا، وكيف ستجمع ألاف المتابعات وكل تلك الأمور؟ صراحة في الأول أحسست بالإحباط وبالاستهزاء، لكن عندما فكرت في الأمر مرة أخرى وجدت أن كلامه على حق، وطرأت في عقلي أفكار أن هناك حقا طرق سريعة لاكتساب مجموعة من المتابعات أو آلاف المتابعات في مدة وجيزة، وليست بهذه الطريقة التقليدية السخيفة. وفعلا بحثت في جوجل عن طرق وإلى غير ذلك، فجمعت 3000 متابع في أقل من 5 أشهر. أنا متأكد 100% أن الفكرة وصلتكم الآن. الآن يجب أن تتعلم كيف تستفيد من انتقادات وآراء الآخرين، وليس التذمر والحسرة والإحساس بالاستهزاء وبكل تلك الأمور التي ربما لا يقصدها الطرف الآخر. ويجب أن تعلم أن في كثير من الأحيان يرى الآخرون عيوبا ونواقص لا نراها في أنفسنا، وبعض الأخطاء التي قد لا نعير لها اهتماما آخرون لاحظوا تلك الأخطاء والعيوب ويريدوننا أن نقوم بتصحيحها وليس شيئا آخر. نعم، صحيح أن هناك بعض الناس يتكلمون وينتقدونك ليسخروا منك، لكن في هذه الحالة قلت لكم أن يجب أن نستفيد من كل شيء في حياتنا. نعم، أعلم أن هناك بعض الناس يتكلمون فقط ليستهزئوا منك وليس لشيء آخر وللتقليل من قدراتك، لكن هنا يكون التجاهل مطلوبا وواجبا. فالتجاهل نصف الحياة، فإن تعلمت التجاهل فقد تعلمت كل شيء. الآن هناك اختيارين في التعامل مع كلام الناس، يا إما أن نستفيد منه ونرتقي ونتطور من خلاله، أو نتجاهل ذلك الكلام ومن قاله. بهذه الطريقة ستكون حققت أعلى استفادة من ذلك الشيء.
أما من غير ذلك ستكون ضيعت الكثير من طاقتك ووقتك بدون فائدة. لكن أريد أن أضيف لكم معلومة عن هذا الموضوع. عندما يتكلم الكثير من الناس فهذه فرصة لكي تتجول في عقولهم وطريقة تفكيرهم، حيث يقول رابع الخلفاء الراشدين وأحد المبشرين بالجنة علي ابن أبي طالب رضي الله عنه يقول: تكلموا تعرفوا، فإن المرء مخبأ تحت لسانه، أي يقول تكلم أعرف من أنت. ومن خلال تلك الكلمات وتلك الأفكار التي تتكلم بها سأعرف من أنت وسأقرر هل سأفتح معك نقاشات مستقبلا أم لا. لذلك المثل يقول: دعني أسمع لك مرة واثنين وثلاث وسأقول لك من أنت. وبهذه المقولة لعلي بن أبي طالب سنكون قد أنهينا هذا الفيديو. أتمنى أن يكون أضاف إلى رصيدكم المعرفي أو إلى فكركم ولو شيء من المعلومات، وإن كان كذلك لا تبخل بالاشتراك في القناة ومشاركة هذا الفيديو مع صديق لك الذي كل مرة يتدمر ويتحصر ويقوم بالتأثر بكلام الآخرين، وقل له فقط تجاهل أو استفيد، واضغط لايك لهذا الفيديو واكتب لنا في التعليقات كيف تتصرف تجاه كلام الناس، هل بشكل إيجابي أو سلبي، وقل لنا ما هي الأشياء التي استفدت من كلامهم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. ولا تنسى أبدا، نحن نصنع التغيير بأنفسنا ولا ننتظر من يقوم بذلك عوضا عنا. دمتم في سلام الله وحفظه.